سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف عم تبرمي وتبرمي وترجع لنفس الموضوع. شو بدك تقولي لي لارا؟ قولي لي بصراحة. أنا معودة على الصراحة بيناتنا. بصراحة أنت بنت حلوة ديانا، ونديم مش رح يكون بالنسبة لإلك إلا مجرد تسلية، فشوفي حدا غيره تتسلي معه. لكن أنت سافرتي وتركيه ينتبه لشغله. أنا تغيرت شوي بس نلي ما تغيرت ولا أنت رح تتغيري. عطول قلبك على الناس كأنك جمعية خيرية متنقلة. خاف على الناس الطيبين. لارا حبيبتي أنا جاي على لبنان سياحة، شو فيها إذا قضيت شوية وقت مع نديم وعطيته شوية مصاري حق هالوقت؟ وين الخسارة؟ قلتلك وين الخسارة. بس بعد ما أنا عطيني ليه مشغول بالك عليه بهالطريقة؟ لأنه صديق الشاب اللي بحب. هلأ حكيتي كل الوقت عن نديم وما سمعتك حكيتي كلمة عن يلي بتحبيه ولا قلتي لأي متى بدك تعرفيني عليه. بكرة رح أعرفك عليه. طيب اطلع نشرب شي سخن عندي. لا مرسي، ببقى بشوفك بعدين. تصبحي على خير. تصبحي على خير، بشوفك بكرة. تشار ليلي من عين البضاعة، وإذا كانت المواصفات مطابقة لشروط بدفع لك وبحمل وبمشي. صار ولا ما صار؟ ليلي بدك تحمل؟ مش أنت اللي بدك تشيل البضاعة وتقبض بأسرع وقت؟ ما في أسرع من هيك. سألتك صار ولا ما صار؟ شاوبني. بتريده شيخ؟ خير البر عجله، تكلوا على الله. أنا جاهز، ساعة اللي بدك منقعد ومنحكي. دقيقة بس، بعمل تليفون فوت على الحمام وأنا تحت أمرك. منيحة منك شيخ، دغري على دميتها.
خصام عمولتي بأرضها. صار. في عندكم حل من اثنين، يا بتموتوا من القتل والجوع، يا بتعترفوا قدام المحقق والمحامي انه انتو سيف شملان اللي زرعتوا المخدرات بالمبنى، واذا مفكرين رح يطلع الضوء على سيف شملان بتكونوا غلطانين ولقيتي اعظم. وهيدا تشيك ب50,000 ليرة. مبروكي. ميرسي. عم بتخيل قدي رح يطلعوا حلوين عليك. ليه لا تتخيل؟ رح تشوفنا لبستهم شخصي. بتأمل شوفهم عليك شخصي. يلا بدي وصل تشيك على البنك. خليك لحظة. مين بيقول بدي أحمل ورقة مثلك تسوى 50,000 ليرة؟ تفضل. شو هيدا؟ افتحه بتعرف. أنا مش عم بعطيك حسن نديم، أنا عم بعطيك عمولتك. مش عم بيعك شقفة أرض حتى أخد عمولي من البيع والشاري. طيب أنا حبيت أقدم لك شي، اعتبره عمولة مثل ما رح تاخد هلأ عمولتك من هدى. ليه هالقد اعتبرتها إهانة؟ أنا باخد معاش من الست هدى، ما بقبض عمولة. بس حقك مع المعاش تاخد عمولة. حقي عم باخده حسب اتفاقي مع الست هدى، وعمولتي هي ثقة الزبون واحترامه تيضل يتعامل معي مش مع غيري. الصداقة والثقة والاحترام هول بيسموهن علاقات عامة. هدى من خلالك بعتني ب50,000 ليرة، على القليلة يطلع لك 5% إذا ما قلت 10%. بفهم منك إنك عزمتيني الليلة على العشاء؟ بدي أعرفك على صديقتي ديانا ماضي، جاية من أمريكا وحابة تتعرف عليك. صاحبتك ديانا من نفس فصيلة نالي ولا عندها شوية تواضع؟ بس تتعرف عليها بتعطيني رأيك فيها. على فكرة تعرف عليها نديم. كيف تعرف عليها؟ هدى أما لنالي حطيته مصيدة لسبونات وسأبت حجزت لديانا بنفس الأوتيل فتعرف عليها. أعجبني تشبيهك لقلو بالمصيدة. مش تشبيه، هيدا الواقع. وعلقت بالمصيدة واشترت شي؟ 5 قطع وما بعرف قد ايه قيمتهم. تعال بداية منيحة لنديم، أنا هيك قلت له لما خبرني امبارح. ما بتهمني البضاعة، بهمني سيف شملان. بس تعرف وين الموقع أعطيني خبر لا أتحرك. قالوا لي إنك حامل دبلوم إدارة أعمال، بس مش هيئتك عم بتطبق يلي علموك إياه بالجامعة. بالوقت الحاضر عم طبق يلي علموني إياه أهلي. يا ريت بتقلي شو علموك أهلك. ما تاخد شو بيعطوك الناس لوجه الله، أحسن ما تتعود على الشهادة. ليه وقتها كنت تشتغل جارسون ما كنت تاخد بخشيش؟ الجارسون ما بياخد معاش مثل ما لازم، بيتكل على البخشيش، وبالرغم من هالشي يلي كان يعطيني كنت ردله إياهن على طريقتي. ومنه لارا صديقتك رديت لها إياهن ولو قسم صغير على طريقتي. أنا هلأ ما كنت عم بعطيك بخشيش، كنت عم ساعدك على طريقتي. ساعدتيني لما اشتريتي مني بهالمبلغ، وما رح انسى هالشي.
بارفوار. تأخرت عليك. مش مهم، عطيتك المصاري نقدي ولا تشيك؟ تشيك، وهيدي أول مرة بحياتي بشوف تشيك. رح تشوف مثل هالتشيك كتير، ومع الوقت رح تصير أنت تعطي تشيكات. كله رح يكون بفضلك يا ست هدى. بفضل الله. ست هدى؟ نعم. بقدر اليوم رح شوف أهلي وكر الصبح برجع؟ أكيد، ورح قبضك معاشك، بركي بدك تشتري لهم شي. ممنون. ماشي معي بالأول على البنك. على الوقت ما هيك؟ شو هيدا شو هيدا؟ هول اللي اشتريتهم من نديم؟ لا حبيبتي، هول اللي اشتريتهم من الماما ووصل لك اياهم نديم. ايه بس ما بيمنع انه ذوقه حلو. كمان هيدا مش ذوقه، هيدا ذوق الماما. تتخيلي واحد مثل هيدا ممكن يكون عنده هيدا الذوق؟ بس أنا عنا أشتري منه، هيدا الشي بدل إنه شاطر. كمان ما بصدق إنه أنا عيك تشتري، أنا بعرفك أنت اشتريتيون كرمال الماما، ولا أنا ولا الماما بدنا هالشي. لو ما اشتريت من عندكم كنت رح أشتري من برا. لا أنتو أحق. يا ريت بتقولي لها هالشي للماما، لا تعرف إنه مش هو الذكي، أنت اللي خليتيه يتذكى. ما تضيعي له شغله، حرام. بكل الأحوال أنا بحب عطول البس من ذوق التونت هدى. كنت قلتي لي وأنا كنت تصرفت مع الماما، ما كان في لزوم لهيدا التافه يفوت بيناتنا. ما عليه، خليش مريحة المصاري هيك هيك مش قادر يدوقن، وبيني وبينك مش هيقته وج نعمة، مش فقر. ليش وصار؟ كنت بحاجة لإنسان يفهمني ويقدر أحكي معه كل الطريق. هيدا كان قصدي لما أخذت معي نديم لعندكم على الضيعة. بس ليه هلأ عم تفتح الموضوع؟ لأنا عم فكر أخده معي الليلة لعندكم. إيه ليه لا، أهلا وسهلا فيه، حتى ولو كان وجوده بيزعج نقلي. من اللي بحكيها بتزعج الكل، يعني ما عليه إذا نديم زعجها بوجوده شوي. بس رح يريح غيره كتير. مين يعني؟ ديانا ماضي، الظاهر نديم بيعجبها. هي قالت لك انه بيعجبها؟ لكن كيف عرفت؟
هيدا نعيم شوفير الكاميون، شوفير تاني ناطر برا. شيلوا له عن عيونه. أهلا معلم نعيم. أهلا فيك. والله من وقت ما اتفقوا مع الشباب وأنا عم أكل دكيت ورعبيت. حقك علينا، تفضل أقعد. يزيد فضلك، خلي لي إياك. قولوا لهم يعملوا لنا فنجان قهوة. على راسي. خبرني، شو صار معك؟ تفضل اشرب، بكون نشف ريقك. والله رح ابلع لساني كمان. يسلموا الايدين. صحتين. هيدا اللي بخبرك اياه، نزلوني على المغفر واخذوا اقوالي، وكل اسئلته كانت عن سيف شملان وشو علاقتي فيه. وعرفت شو اسم الضابط؟ مروان. بس والله نسيت اسم العائلة. عدم المؤاخذة، بعد ما عرفت مين حضرتك. سيف شملان. حبيب قلبي تشرفنا. تأمرني بعد بشي؟ لأن طار نهاري، بركي بعد بلحق شي نقلي. قدي نهارك يا نعيم؟ 20-30-50 حسب التوفيقة. حدا منكن يقول للسمرة تعطيه 500 ليرة وما توخزنا على العطر والضرر. 500 ليرة؟ يعي بشوم منك. ولا بدي سلامتك، بس اطلع من هون بخير وسلامة. الله معك. الله يديمك شيخ، الله لا يحرمنا منك. شفت السيارات؟ هاي قطن اثنيناتن هون. إلك حظ تشوفهم مع بعضهم. بس هو ما رح يكون حظه حلو لما رح يشوفني. معقول يكون خبرها قصته معك؟ لو خبرها كانت هي خبرت عمتي، وعمتي خبرت المختار، والمختار خبرني. أو لمحلي عاشي. بس ميزبك أذكى من أنه يخبرها، وعن هالشي بالذات. ما بتعرف، يمكن يكون هلأ عم يخبرها. لا، هيدا أجبن من أنه يهز صورته العظيمة قدام لارا. سعد، ما حدا حيهزله إياها غيري. روحنا نفوت. ايه وبعدين شو صار؟ شو بيك سكتت؟ بيك شي باسم؟ لا، راح عن بالي انه في مريض ضروري اشوفه. لكن يلا منمشي لتلحق موعدك. بعتذر لارا، صدقيني لو ما كانت حالته بتجبرني روح شوفه كنت لغيت الموعد. هيدا شغلك وبدي اتعود عليه. بتأمل ما يزعجك هالشي. ابدا. لك كيف فل مثل الحرامي. حلوة بنت عمتك يا صبيه، حلوة. معقولة ما قبل ياخد منك الألف ليرة؟ ما بصدق. مثل ما عم خبرك، غريب واحد مثله ما يقبل ألف ليرة، بده يكون في سبب.
السبب انه بيقبض معاشه من امك وما بيحق له بالعموله. وانت اقتنعت بحكيه؟ اقتنعت انه مش خريج اداره اعمال وقلت له هالشي. ما دافع عن حاله؟ قال لي هو خريج جامعة أهله ومثل ما ربوه أهله عم يتصرف، وقال هو ما بتهمه العمولة، كل يلي بهمه يكسب ثقته واحترامه صداقة زبون طيضل يتعامل معه ما يتعامل مع غيره. هيدا عم بيفكر لبعيد، لأبعد بكتير من حسابات الماما وثقتها فيه. لما لحقته مرة تانية طلع على نفس البنية، طلعت ورا كان بدي أعرف لعند مين عم بيروح، وتفاجأت لما شفته قاعد مع هذا الجرسون اللي بيشتغل هون. أي واحد منهم؟ ولا واحد من اللي عم بيخدمه هون، مش مبين علي، يا أما أخد فرصة يا أما ترك الشغل. شو يلي بيجمع حكيم مثل هيدا مع جرسون بقهوة؟ هذا اللي بدي أعرفه. افترض هيدا الجرسون ترك القهوة، كيف بدك تعريف؟ تعطي خبر لعبده زلمتك وين بتروح لارا وين بتجي، بيتصل فيك من حيالله محله بيعطيك خبر. الأمور استوت، صار لازم أوقف الحكيم عند حده. شو؟ بعدك عم تفكر بنديم؟ هلأ عرفت شو عم بيفكر هيدا الواطي. صدقيني هيئته عنياته ومش عم بيفكر بشي إلا يرضى أمك عليه لا تخليه بشغله. لا يا حبيبتي، لا، هيدا على المدى الطويل عم بيفكر يربي زبونات لإله. إيه، من هلأ ليصير يفهم بهالمصلحة بده سنين. يا حرام، وين بعدك؟ الماما طاحشة فيه وعم بتعلمه كل شي، وعم بتعرفوا على التجار وعلى الصرافين وأصحاب المصالح. إذا كان هيك بتصير هين عليه يفتح حسابه ويطعميكم الضرب. طيب ليه ما بتقولي لأمك شو يلي مخوفك منه؟ قلت لها أكتر من مرة وما عم تقتنع، عندها ثقة عمياء فيه، بنظرها هو بياع شاطر، وأنت أكدتي لها النظرة. كل قصدي كان أشتري من أمك. بدي منك تساعدينا بموضوع. شو بدي خبرك لخبرك؟ أكلنا قتل ليوم القتل، ما عدنا نعرف أنه العتالي المعترين كيف بنا رد كعب البوريد والفرودي على روسنا، ويصرخوا فينا ويقولوا خدوا خدوا يا كلاب سيف شملان. أخذوا الشحنة مع الكاميون ولا فضوها هونيك؟ أخذوها مع الكاميون، واليوم الصبح تلفلي صاحبي شوفير قال لي لا معورد كاميونك بساحة البرج. الحمد لله رجع لي المفاتيح فيه. والعمال اللي كانوا معك تعرفهم من قبل؟ لا، بس لما جمعتنا المصيبة صرت أعرفهم واحد واحد، شغيلي معترين بينتوا رزقتهم على رمبوان الدورة. شباب. نعم شيخ. خلي السمرة تعطي 3000 ليرة للمعلم مسعود، 1000 إلو والباقي يوزعون على الشباب. عزبتك معنا يا مسعود، اصحى ما توصل الأمانة. من عيوني شيخ، من أمنك لا تخونه لو كنت خوان. كيف إذا أمني الشيخ؟ أنا بالخدمة، بس تعوزني أنا حاضر. العوافي، ريحتك تقبرني يا أمي. كيفك يا أمي؟ اشتقت لك. تقبر قلبي، طمني عنك، ما عم نام الليل وأنا عم فكر فيك. ما كنت ناوي ارجع،
إلا ما لاقي الوظيفة يلي بتريح بالكم وبترفع راسكم. ما في شي بيريح بالنا إلا نشوفك بصحة منيحة. وانت رفع لنا راسنا بوظيفة وبلا وظيفة. ما يحرمنا من هالإيد يا بيي. اشتقنا لك يا ولادي، اشتقنا لك كتير. شو رأيك بهاللعبة؟ فيك تساعديني فيها؟ يمكن أقبل شاركك بهاللعبة تحت تعلمه لهالواطي كيف يرفض النعمة اللي عطيته إياها. ما كان عم يرفض النعمة ديانا، هو عارف إنك غنية ويلي براسه إنه يوصل لك ويحط حاله بمستواك. ما تخاف علي، ذكرته إنه هو كان مجرد جارسون وحطيت له حد ليعرف قدي مستواه بنظري. هيدا إنسان وقح، فكره إذا تصادق مع الدكتور باسم صار بنفس المستوى. أنا لحد هلأ مش فهمانة شو بيربط هاتنين ببعض. لازم بالأول تعرفي شو بيربط نديم بلارا حتى هالقد بتضل خايفة عليه ومهتمة بأمره. يمكن لارا زيدتها شوي بالنسبة لنديم، بس طول عمرها بتتعاطى مع الناس بهالطريقة، بهم ما يقولوا عنها شو متواضعة وهي شايفة حالها قدنا كلنا. أنا سألتها ليه مهتمة هالقد بنديم، قالت لي لأنه صديق باسم، بس أنا ما أقنعني هالجواب. تفضل دكتور. مرسي زينب. اتصل فيك نديم كامل وطلب مني قلك انه اضطر يترك الاوتيل ورح يكون المساء بالبيت. طيب شكرا زينب. بتريد شي غيره دكتور؟ 5 دقايق وفوت اول مريض. حاضر. يعني لو ما اشتغلت جارسون ما وصلت اتوظف وصير فوت على اوتيل 5 نجوم. الله يعطيك حسب نيتك يا ابني. نحن على طول عم نصلي لك وندعي لك ونطلب لك والله عم يسمع منا، كتر خيره كل دقيقة. آخ يا أمي قدي عم بلتقي بناس الزوات وقدي عم بكتشف الفرق بين حياتنا وحياته. شو الفرق يا ابني؟ انه هني بياكلوا لحمة ودجاج اكتر منا، ولا هني عايشين بالجنة ونحن على الارض؟ هي قضت على اللحمة والدجاج يا ابو نديم. يمكن هني عايشين بالجنة ونحن عايشين على الارض، هيدي بتزبط. خليلهم جنة على الارض، نحن مش طمعانين الا بجنة السماء. إنه شو كان صار يعني لو ربحتوا الجنتين؟ شو يعني ما بتستاهلوا؟ شو رأيك ببوكي الورد يلي بعتها كمال ابن خيي والكلام يلي بعته معه؟ والله يا ست وردي الكلام اللي سمعته منه والبادرة اللي عملها معك بتدل على إنه النية صافية وبده يفتح معك صفحة جديدة. شو عادة ما بدأ لصار بده يفتح صفحة جديدة؟ ما قلنا أكتر من 20 سنة ما التقينا. دم بحن يا وردي، ما اسمه إلا ابن خيك، لو ما هو حاسس نفس الإحساس ما كان عمل هالمبادرة. خبرني عنه، كيف شكله؟ طالع حلو للمرحوم أنور؟ يمكن أكتر شوي، عنده طلة وشبوبية مثل ما أنا لاحظت، شخصيته كتير قوية. إذا رجعت شفته شكر لي إياه على بوكي الورد. الله يقدم اللي فيه الخير. أكيد هاي بنتي. ما بعرف إذا رح يعجبك أكلنا بعد ما أكلت بمطاعم على القلصطة وتعودت على أوتيلات 5 نجوم. نديم ما بيحب إلا أكل أمه، لو وين ما أكل. أكلنا في بركة، أكلنا في بركة
ونحن عايشين على البركة. كيف ما برمتيها يا مرة مش هتزبط مع الصبي، هيئته مجتمع الزوات فتلو راسه. الحكي مش مثل الشوفي يا بي، مجتمع كامل بكل المظاهر، ناسه بيتمتعوا بالجاه والمال والسلطة. ما تصدق يا أمي، المظاهر بتغش، ما في شي بتاعب الراس إلا المصاري. وبيكفي إنه الزوات ما عندهم راحة البال اللي نحن عنا إياها. لا يا بيي، الزوات ما عندهم إلا راحة البال، ومش مثل ما كانوا يقولولنا إنه الغنايا اللي معهم مصاري تعسى بحياتهم. مش مزبوط هيدا الحكي، بعد لهلأ ما التقيت بحدا منه معه خبر شو معنات التعاسة. كلهم سعداء يا أبو نديم، وسبب سعادتهم مصرياتهم. لازم بأقرب وقت تكون المزرعة جاهزة، ومثل ما اتفقنا كل العمال من أهل الضيعة، ولما منبلش بالمصنع منشوف كيف بدنا نأمن وظائف ليالي بحب يتعاون معنا من أولاد الضيعة المجاورة. كلام سليم، وأيمتى المهندسين رح يبلشوا؟ بكرة بإذن الله. وعطيتهم اسمك وعنوانك حتى تهتم حضرتك بكل التفاصيل. شو بدنا نعمل؟ منضل تعبينك معنا. ثقتنا فيك كبيرة يا مختار، ومحبتنا لإلك أكبر، وأنا بعتز بهالثقة وبهالمحبة. وبعد في عندي طلب ما بعرف إذا رح تقدر تساعدني فيه. مري، كيف بدنا نلاقي نديم كامل وأهله؟ رجعنا لنفس الخبرية. شغل لي بالي الحكي اللي سمعته منك يا ابني. ليش يا بي؟ شو سمعت مني شي بيشغلك بالك؟ خايف تتأثر بهودو الناس وما تعود تاركي، بدك تجمع مصاري لحتى تصير مثلهم. أنا طموحي يصير معي مصاري، بس ما تفكر دقيقة إني رح استغل أو احتال أو أنصب. بدي جمع مصاري من عرق جبيني. وين بدك تروح تربيتي إذا عملت غير هيك؟ يلي بيستغل حاجة الناس لإله يا ابني وبيعمل مصرياته من تعبن وعرقن لياكل ويشرب ويشم الهوى، رح يضل يحس إنه نعيشين بصدره جوات ضميره. ما بعرف لما بيرجع لذاته إذا رح يضل يحس بالسعادة. حكي يا بي حكي، ما حدا منهم بحس بتعب الفقر، مش لأنهم بلا إحساس، بس لأنه ما حدا قادر يخبرهم عن عذابه. ما بعرف ليش مصرة يشتغلوا معنا بهالمزرعة، مع أنه الماما مش راضية عن هالموضوع. بس أنا ما بعرف ليه مش عم أقدر أنسى. لأنه الماضي مضى، وصرت قايلت لك 100 مرة نحن عملنا واجباتنا معهم وبزيادة. أمك ما خلت عليا يا بنتي، ما حدا بيعمل اللي عملته معهم، والله وأنا منشهد عشي. عم تحكوا كأني ما بعرف شو بتعمل الماما. وبعدين شو المشكل إذا رجعنا التقينا فيهم واشتغلوا معنا؟ ما في مشكل إذا رجعنا التقينا فيهم أو هني حبوا يتذكروا ويجوا يعملوا لنا زيارة، بس نحنا نروح ندور عليهم؟ لا. قلتلك يا لارا ورح برجع عيد كلامي، ما خليت حدا ما سألت عنهم، وكرمالك رح برجع أسأل عنهم، وبعرف إذا لقيتهم وردي ما رح تكون زعلانة. أمي، شو يا تقبرني؟ هيدا خاتم في حبة ألماس، حابب شوفه بإيدك. خاتم ألماس؟ قد ايه دفعت حقه يا ابني؟ الغالي بيرخص لك يا ست الكل. شو بدي أعمل بهالخاتم يا أمي؟ إذا شافوني الناس رح يصدقوا أنه ألماس؟ مش مهم العالم تصدق، المهم أنت تصدق. وإذا الله عطاني بدي شانشلك بالألماس من راسك لكعب شريكي.
رح أتركه لعروستك يا ابني. أنا من هالدني ما عاد بدي شي إلا أنه الله يرد لي عنك وعن بيك وعيش الباقي من عمري أنا وعم ربي لك أولادك. قبضت 300 ليرة وأخذت منهم 50، باقي 250 ليرة تشتري فيهم أوضة نوم جديدة. ما عاد بدي شوفكن نايمين على تخوت مكسرة. عشت كل هالعمر أحلم يكون عنا أوضة نوم جديدة. حقق لي هالحلم يا بي. عم فكر بس أبرم بهالضيع لأشتري بقرات المزرعة. اسأل عن حليم كامل، يمكن يكون بشي ضايعة من هالضيع. الظاهر نسيت أنا شو طلبت منك بالنسبة لهيدا الموضوع. ضيعتيني يا وردي، فكرتك رجعتي غيرتي رأيي واتفقتي أنت وبنتك على الموضوع. بعدني عند رأيي، لا بدي نفتش عليهم ولا بدي أعرف عنهم شي، وما بدي حدا يرجع يفتح بواب الماضي. بالنهاية اللي بدك إياه بصير. باسم يزبك بده بنتي، فكروا فيها، هو بحبها وهي بتحبه، والبواب المغلقة ما حدا بيعرف شو ممكن تكون مخبيت لنا. هيدي بنتي وبدي أفرح فيها. وفهمك كفاية. خلاص يا وردي، اعتبري الموضوع انتهى. بخاطرك. الله معك. تفضل دكتور. مرسي زينة، إن شاء الله ما تكوني تعبت. أنا بهمني حضرتك ما تكون تعبت. أنا خلص تعودت، ما عاد حس بالتعب. وأنا كمان تعودت. أي متى ببلشوا تسجيل بجامعتك؟ آخر شهر الجاي. حتى براسك رح ترجعي على الجامعة، وما بدي ولا عذر. التسجيل والقصط والكتب وكل شيء بيختص بهالموضوع أنا رح أتكفل فيه. والدرس والنجاح أنت بتتكفل فيهم. مرسي دكتور، من معاشي صار فيي أدفع قصة الجامعة. زينة، نحن ما منعرف بعضنا من زمان، بس أنا معتبر حالي مسؤول عنك مثل ما أنت مسؤولة عن العيادة، وما بتنازل عن هالواجب. وأنا ما بتنازل عن شغلي. معاشك حق شغلك، وقصة جامعتك حق مسؤوليتك عن شغلي. أرفع. الله معك دكتور. بتتذكر لما كنت صغير وعطيتك شقفة خبز وريوة كانت بعدها جوعانة، طعميتها حصتك وانت بقيت بلا أكل؟ بتذكر. وبعدك عم تشوفها هي والست وردة؟ بعدنا عم شوفها من وقت للتاني. وين عم بتشوفها؟ صديق الدكتور باسم، الظاهر فكره فيها، بحبها وبتحبه. ايه الله يوفقهم ويوفق ست وردة يلي ربتها وعلمتها لتصير تليق بالحكمة. شو عبالي شوفها؟ بدو يجي نهار وتلتقي فيها. طالما صديقك بحبها وهي بتحبه، ليه بعد ما عرفت على حالك قلت لها مين بتكون؟ معه حق بيك. قلت لكم ما رح أعرفها على حالي قبل ما أكون حاضر ماديا ومعنويا. هلأ مش ممكن أعمل هالخطوة. لا، شو المانع؟ هي بتعرفنا ونحن منعرفها حلي ونسب. خايف تشوف حالة عليك ولا شو؟ لا لارا، ما بتعرف تشوف حالة على حدا.
بسافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني بسافر من حالي أنا بهرب من سن السنة غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف والدنيا مسا وخريف